ويا صباح الخير، شوفوني شايفيني هنا. أيوة، يا صباح الخير من اليوم الرابع من رمضان. شوفوا يا بنات، أنا حابة أتكلم في موضوع بس ما أبغى أتفهم غلط، وأنا دايما أتجنب أن أتكلم في هذه المواضيع، بس لما جلست أفكر في النهاية اللي حاب يفهم صح راح يفهم صح، واللي حاب يفهم غلط راح يفهم غلط في كل الأحوال. عشان كده أنا قررت أنه أتكلم في هذا الموضوع. بالنسبة لقراءة القرآن في رمضان، طبعا أول ما يقرب رمضان وأول ما يبدأ رمضان في الأيام الأولى يكون الحماس أكبر وأكثر، يعني نكون كده مندفعين لرمضان ومبسوطين ومتحمسين وجلسين نجهز لرمضان وزي كده، عكس الأيام الأخيرة من بعد النصف رمضان، من بعد 15 رمضان يبدأ الحماس يقل ونبدأ نجهز للعيد ونفكر في العيد. فاللي حابة أقول لكم هو أنه لما تبدأوا جدول لتختيم القرآن، طبعا في جداول كثيرة لتختيم القرآن، لكن لما تبدأوا جدول معين لتختيم القرآن في بداية الأيام زي اليوم الأول والثاني والثالث، كل ما فضيتي أقري أكثر، لا تعتمدي على الجدول، لا أقري أكثر. هذه الطريقة تخليك تختم القرآن أسرع، يعني ممكن أول 10 أيام تختمي فيها القرآن أو أول 15 يوم، يصير حتى لو لا سمح الله انشغلتي في نهاية رمضان يكون ختمتي على الأقل القرآن. وهذا مو معناته انك تجلس تقري اسرع بسرعة, بسرعه بسرعه بسرعه، لا، بس انا اقول كل ما فضيتي اقري زياده، لا تعتمدي على جدول معين. لانه دائما اسمع انه والله ما لحقت اختم القران، انشغلت بالسوق، ما اعرف شو، جلست اجهز للعيد ومدري ايه، وا 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 وا. هذه الاشياء اللي تشغلك وتخليك ما تختم القران، لانك تمشي على جدول معين لنهايه الشهر. لا، كل ما فضيتي زيدي زيدي زيدي، اقراي اكثر، بكده تختم القران اسرع. وبس والله، لا تقولوا رياء ولا تقولوا تحاول تبين نفسها ان هي تقرأ قرآن وما ادري، لا، انا بس قلت اقول لكم معلومة ممكن انه في احد يستفيد منها. وبس خلينا نشوف ايش راح نسوي اليوم. اليوم ما راح نسوي فطور زي كل يوم سمبوسه وشوربه وكذا، راح نسوي بس مكرونه بالبشاميل، وراح احط معاها سلطات وعصير وخلاص. فراح اسوي صينيتين، هذه للفطور وهذه للسحور. جهزت كل الاغراض، هنا المكرونه سلقتها، هنا البشاميل، وهنا الحشوه. طبعا الطبقة الأولى مكرونة، شوية هنا وشوية هنا، نحط عليهم شوية من البشاميل. هذه الطريقة تخليه لما تقطعوه زي كذا تطلع البشاميل كاملة كذا مع بعض الطبقات، تصير ما تتفتت معاكم المكرونة، حطوا عليها بشاميل. بس بعدها راح نحط الحشوة، لو راح أقسم الحشوة على الصينيتين. اوكي كده تمام، حنرجع نحط طبقة ثانية مكرونة. اذا بتحطي في الطبقتين بشاميل عادي اخلطيها من البداية، اول ما تسلقي مكرونة على طول اخلطيها بالبشاميل كلها، وصير بس تحطيها اسهل يعني. واخر طبقة طبعا راح نحط بشاميل عادي. خلاص كده تكون جاهزة. انا ما احط شيء على الوجه، يعني ما احط جبنة لانه زوجي ما ياكل جبنة، فما احط جبنة على الوجه، راح احطها على طول في الفرن زي كده. بس هو طبعا لازم تحطوا جبنة يعني احلى. بما اني جبت بيسيل هنا بغسل الارضيات، شوفوا الارضية مو مرة وسخة شايفين، بس انا احب ايش كل يوم اشيل الغبار من الارض، لانه ترى حتى الغبره كده تخلي شكل على السيراميك مو لطيف. انا استخدم داك لبيسيل من بعد ما انتهى المحلول اللي حقها الاساسي اللي يجي معاها، صرت استخدم داك. داك في بالصنوبر، في باللافندر، في بالورد، في روائح متعدده، انت استخدمي الريحه اللي تعجبك. تمام، بس احط شويه من داك واحط عليه مويه في هذا زي كده وخلص، وحطها في الآلة وابدأ استخدمها. اللي قالوا لي تكلمي بالتفصيل عن بيسيل، انا اتكلمت في فيديوهين او ثلاثة اتوقع، في القناة، ادخلوا على قناتي وتلاقوا فيديوهين او ثلاثة والله تكلمت عنها بالتفصيل، وجربتها معاكم على السيراميك، وجربتها على الباركيه، وجربتها على الموكيت، بالتفاصيل اتكلمت عنها. ما ينفع اخلي كلها فيديوهات بس عن بيسيل. بيسيل في منها انواع مرة كثيرة، انا استخدمت بس هذا النوع اللي هو هذا الشكل، هذه الزرقة، فما أعرف صراحة عن بقية الأنواع. أنا اللي اشتريتها هذه الزرقة، واللي جربتها هي هذه الزرقة، ومرة حلوة. ما تنفع بشكل أساسي، ما هي أساسية، ما تنفع بشكل أساسي، بس تنفع يومي يعني محافظة يومية كده، كل يوم تنظفي بيها الغبار البقع زي كده، مرة تمام. حطيت مستكة
الثلاثية اللي حبخر بيها. ما أعرف ليه أحب أبخر البيت أول شيء بمستكة، حسها تشيل روايح الطبخ. أبخر أول حاجة كده بمستكة كل البيت وأحطها هنا. أوكي، بعد كده أجيب هذا الحلو. طب خليني أقول لكم شيء بالنسبة لهذا، مو شرط هذه المعطرات، اي معطر عندك حق كنب حق جو زي كذا رشي منه. المشكله انه لما اصور مثلا حاجه عجبتني على طول تقولوا لي اعلان. مو اعلان، انا اقول لكم بس ايش اللي انا اسويه، يعني مو مهم المنتج نفسه اللي استخدمه، عادي حطوا اللي انتم حابينه. طب انا بخر دحين بمستكه، لازم تحطوا مستكه بخروا باي بخور عندكم حابينه عادي. وبس المهم بعدها نرش اعطر الكنب كذا، وبعدها اشغل هذه. رحت دورت عليها لين مت اللي كذا تتلف، عارفين اللي كذا تصير، لانه الشمعة لما تنزل كذا على تحت كذا بس تولعيها، ما تضطري انك تدخلي يدك جوا. بس كذا ولع الشموع، بسم الله، وكني عليتها بزياده. اوكي، البنات اللي سالوني عن نوع البخور اللي بخرت به، هذا البخور اللي انا بخر بيه، اسمه عود البيت من الماجد، صح؟ ايوه، من الماجد للعود. شوفوا، انا الصراحه ما اشتري على طول، اشتري بس وقت التخفيضات، يسوي دائما تخفيض 50%، اخذ الحجم الكبير اللي هو هذا. شوف دحين هذا اشتريته للعيد ان شاء الله، شوفوا سعره ب 220، وقت التخفيضات يصير ب 110، وهذا الصغيره اتوقع ب 63 62 حاجة زي كده سعره. لما تروح خذوا الحجم الكبير هذا، بصراحة أوفر بكثير. المهم أخذ منه واحدة بعد ما أبخر بالمستكة، أخذ منه واحدة وأحطها هنا وبس، وأسيبها تبخر البيت. ريحتها حلوة، ريحتها مرة حلوة هذه العودة، بس مشكلتها ما تثبت، يعني كل بعد فترة لازم ترجعي تعيدي تبخري منها. بس يعني مشي حالة إنه للبيت وكذا، مشي حالة، دائما أبخر بيها وأطلع من البيت. لما أرجع ألاقي الريحة لسه موجودة بس خفيفة. لما أحد يجيني كمان أحب أحطها، لما أقدم القهوة وزي كذا كمان أحب أبخر بيها، مرة حلوة ريحتها، أنصحكم بيها صراحة. أنا أخذتها للعيد بس للبيت، لما أحد يجيكم ضيوف وكذا خذوا الأغلى اللي هي تدوم أكثر يعني. وبس والله اليوم قلت أبغى أوريكم طريقة سرر البهارات. هذا السرر تتسوى بالشاش وتتحط في الشوربة زي كذا، تحط يعني في الأكل، تعطي نكهة في الأكل. أحس لو ما أشم ريحتها في شوربة رمضان أحس ما لها طعم. لاحظت إنه في بعض البنات ما يعرفوا الطريقة، وزي ما في بنات ما يعرفوا في أكيد أكثر يعرفوا، يعني عشان لا يصير زي هرجة الأكياس، التطبيق الأكياس، كلكم فجأة كلكم صرتوا تعرفوا الطريقة وكلكم كاتبين إن إحنا نعرفها. أنا عارفة إنه حتى هذه في ناس يعرفوها وفي ناس ما يعرفوها، تمام؟ فاللي تعرفها عادي تسوي سكيب. بس للبنات اللي ما يعرفوها طريقتها مرة سهلة، وما تحتاج انك تشتريها من برا او تطلبيها من احد. اللي عند العطارين، ممكن مو كلهم بس في عطارين، يعني لا نكذب على بعض، في عطارين ما راح يغسلوا لك البهارات، راح ياخذها زي ما هي ويحط لك هي في السرر ويربطها. اوكي، هي صح نفس المكونات بس انه ما حتكون نظيفة، يعني ما حتضمن انها نظيفة زي اللي انت تسويها في بيتك. فالطريقة مرة سهلة وبسيطة وما تحتاج انك تشتريها. حنحتاج هنا عندنا ورق غار، ليمون ناشف او لومي، خولنجان، وشيبة ما اعرف لها اسم ثاني، يعني هي على اساس انها مكرمشة يعني كذا زي العجوزة يعني قصدهم، بس يعني ما اعرف لها اسم ثاني بصراحة. شيبة، قرفة، قرنفل، كمون، هيل، فلفل اسود، وكزبره ناشفه. هذه هي كل المكونات. فاحنا ايش راح نسوي؟ اول حاجه راح تاخديها تغسليها وتنشفيها مره مظبوط، وبعد كده تكسريها. انا عندي مغسل ومكسر وجاهز، بس حبيت اوريكم هي بشكلها الاساسي زي كده عشان اختلاف المسميات بين الدول. اول شيء حتغسليها مره مظبوط وتسيبيها تنشف مره مظبوط، وبعد كده تكسريها اللي تحتاج تكسير، يعني زي القرفه نحتاج اوصال قد كده، نحتاج انها تكون اوصال زي كذا. نفس الشيء الورق الغار، نفس الشيء الخولنجان، كله يحتاج انك تكسريه. فراح اشيل هذه واجيب المكسر واجي. بعدها حنجيب اي زبدية عادي ونحط فيها المكونات كلها على بعض. ونقلبهم. تأكد انه كل المكونات تتقلب سوا مع بعض. بعدها راح نشيب
بعدها راح نجيب قطع شاش زي كذا نكون قاصينها مربعات، ان شاء الله يكون شكلها واضح زي كذا، تكون قاصينها مربعات حسب اللي انت تبي. اذا الصفايه حقت البهارات حقتك كبيره سوي الشاش كبير، اذا صغيره سوي الشاش صغير. انا حقتي عشان مره صغيره فحاطه الشاش صغير. وحنحتاج خيط، اي خيط موجود عندكم، حتى لو الخيط حق الكاروشيه، عرفتوا الكاروشيه برضو ينفع. فايش راح نسوي؟ راح نجيب واحده من هذه الشاش ونحط فيها ملعقه من البهارات هذه اللي سويناها كده بهذا الشكل ونقفلها. راح تصير اخر شيء بهذا الشكل. طبعا قلت لكم انا اسويها صغيره عشان صوره البهارات اللي عندي صغيره، الصفايه قصدي حقت البهارات. اذا حقتي كبيره عادي اسويها كبيره. وبس دحين حكمل على نفس السياق واوريكم كيف الشكل الاخير، وهذا شكلها النهائي. فسويت على قدي يعني، هذا حتكفيني بقيه الايام وخلاص. فانتم حتسووا حسب الكميه اللي انتم تحتاجوها، كل ما كثرتي كميه تكفيكي مده اطول. طبعا نسيت ما اقول لكم ان انا حطيت كل البهارات هنا ما عدا الليمون، شو اسمه، الليمون الناشف او اللومي. انا احب احطه معاه يعني، احط صوره بهارات واحط واحده ليمون ناشف، لانه لما تكسريه كذا يتفتت ويطلع طعم مراره، فانا احطه بكامله واحط واحده من هذه. هذا شكل العجينه بعد القلي، عجينه سولو. ناخذ واحده وشوف كيف مقرمشه. بس بصراحة طعمها ما لها طعم يعني، صح انها تفك ازمة بس ما لها طعم. اللي تعجنيها في البيت وتفرديها وتسويها اطعم والذ بكثير. هذه ما لها طعم بس تفك ازمة يعني، مثلا يوم كان عندك عزيمة، يوم مشغولة، يوم يعني زي كده تفك ازمة بصراحة، تريح من العجن والفرد والقلي وكل شيء. لا ما تريح من القلي تريح من العجن والفرد بس. بس يعني انا قلت لكم رايي بكل صراحه، هي طعمها عادي ما فيها شيء، وما فيها زي ما قالوا طعم حموضه، واللي قالوا في لها ريحه ما فيها ولا حاجه، بس طعمها عادي يعني ما لها طعم كذا عاديه. لكن اللي تسويها في البيت كذا تحطي لها ملح وزيت وتظبطيها يكون طعمها ألذ فقط يعني. العجينه ممتازه وحلوه وتفك ازمه، لكن ما تقدر تعتمدي عليها بشكل اساسي. هذا باختصار. طيب يا بنات لهنا راح نوصل لنهايه فلوج اليوم. اعتذر منكم صراحه عن الايام اللي ما صورت فيها، وان شاء الله راح اعوضكم بفلوجات احلى. جالسه احاول اقرا في هذا الكتاب شويه، اذا طلع كويس راح اقول لكم عليه. هذا كود السناب حقي، كلكم طلبتوا انه انا ارجع للسناب واصير اصور للسناب لانه وقفت فتره، فانا اوريدي رجعت وبدات اصور في السناب زي اول ويمكن اكثر. فاللي حابه تضيفني على السناب هذا كود السناب حقي، تقدر تضيفيني. ويصير في يوم من الايام صار اي مشكله في الكاميرا او ما قدرت اكمل في اليوتيوب، تقدروا تشوفوا يومياتي على السناب، اسهل واسرع وتتعرفوا على شخصيتي اكثر. وبس اشوفكم على خير في الفيديو الجاي، ومع السلامه.